أخبار اليوم. أكتر حاجة كانت بتسعده حصلت في المغرب معايا، إنه هو بيقوم الساعة 2 الظهر من النوم، وكان سهران، وبعدين الساعة 8 إلى ربع الصبح ضرب جرس التليفون. فاللي معايا على السرير الثاني عمل كده بإيده كده وراح قافل التليفون. ده بليغ حمدي، مش عايز حد يصحيه. كان هو تايه في سابع مع الجمال عليا، كانت قصة حب لعليا تونسية، ويقعدوا على البحر على الرملة وكدوتة كده. الباب خبط، فأنا قمت. حليمه؟ أنا ما بقولوش حليم، حليمه. حليمه؟ قال لي البس بسرعة وسيبك من إن صاحبك ده وتعالى. رحت لابس بسرعة، وخسفت وشي كده بسرعة كده وخارج معاه. هنروح فين؟ قال لي بعدين أقول لك. جبت عربية معاه ورحنا محل للموسيقى، آلات موسيقية. وقفت وأنا بتفرج عليه وهو بيحمل 3 بيانو و12 كمانجا و14 طبلة. قلت له هو أنت هتعمل هنا كازينو في البلد دي؟ قال لي لا أبدا، مفيش لا كازينو ولا حاجة. قلت له ما هتعمل إيه؟ قال لي ده ملجأ أيتام وكلهم بيتعلموا مزيكا، وللأسف ليس في هذا الملجأ أي متبرع يجيب لهم. أنا عرفت وهوديه بدري وامشي دون أن يذكر من الذي أتى بهذا. تحملت الحاجات وإحنا رحنا بالعربية وراها لغاية الملجأ، وشفت الأولاد وهم بيشوفوا الأجهزة الكمانجات والحاجات دي نازلة وبيصرخوا. كنت بشوف دموعه بقى تخازله دمعة. أنا واقف مبهوت، أول مرة في حياتي بشوف مثل هذه المشاهد، ويمكن ما كتبتهاش كمان، لكن لما رجعت حكيتها البليغ. بليغ فضولي رهيب، قال لي رحت فين يا حياتي؟ جملة يا حياتي دي يقولها لي أنا، ويقولها للبواب، ويقولها للي بيجيب له مية، ويقولها لوليا يعني. قلت له رحت مع عبد الحليم ملجأ جاب لهم كلهم آلات موسيقية يشتغلوا عليها. قال لي أروحوا. قلت له ليه؟ قال لي أسمعهم أشوف الكفاءات. قلت له ما تقولش إطلاقا أن أنا شفته، يعني أنا قلت لك الكلام ده. ده اللي كان يسعده، يسعده أن يبقى فيه مثلا 18 عيلة عبد الفتاح السواق بيودي لها فلوس. يسعده جدا انه يبقى حاسس بانه في حد قلبه عليه، لانه كان مفتقد قوي فكرة الحنية مش الحنان. يبكيه انه يتفهم غلط، ان حد يفهمه غلط. ولذلك كان ممكن جدا في ليله يقول لي مفيد وراك حاجه تعالى معايا نحضر عيد ميلاد. خلاص عيد ميلاد عيد ميلاد، فانا البس وانزل واروح معاه. نخبط، فتح الباب، يقول له معقوله؟ مخاصمين بعض 3 اشهر هو واحمد فؤاد حسن. يقول له جيت لك عشان خاطر اقول لك انا اسف. وده أحمد فؤاد حسن الفرقة الماسية اللي هو بيغني عليها. يقول لي تعالى معايا، وأنا يعني كان في حاجة غريبة، إنه أنا وأنا مرفوض 84 يوم وهو رائد في بيته أنا جنبه، والساعة 2 صباحا ياخدني عبد الفتاح، معنديش عربية ولا وباجي بالترماي، ياخدني يوصلني يروحني. فقربت منه وعرفت شخصيته، عرفت ايه اللي بيخليه يصرخ وايه اللي بيخليه يتجنن، ودفء احساسه، والادويه اللي جنب سريره وجنبها دواوين شعر.
ده كان حاجات تسعده، ولما تفهم غلط يبكي لوحده.